الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. في سبيل الله قمنا. استشهاد الشاب أحمد مساد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام مخيم جنين. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان نصر أبو حميد آخذة بالتدهور بشكل سريع وباتت تمر بمرحلة حرجة وخطيرة. آلاف الفلسطينيين يستعدون للتوجه لإحياء ليلة 27 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تعلن مقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. خبراء التقنية يحذرون من أساليب جديدة بدأ المحتالون باستعمالها لخداع المستخدمين عبر تطبيق واتساب. نهاية الموجز، في أمان الله.